تعالوا نقرا اسئله برضو بقى الساده المتابعين. في حد كان بيقول الشعور بالتعب والخمول، فقدان الطاقه، الاغرب كمان اننا ممكن نلاقي يعني شباب صغير في السن بيشتكي. عايزه اعرف من حضرتك نتصرف ازاي مع الحالات اللي زي كده. اولا طبعا لازم نبقى متاكدين ان كل الاعضاء سليمه، الكبد، الكلى، القلب، كل الحاجات دي سليمه. مهم قوي النوم اللي انا قلت عليه، مهم شرب الميه، مهم اكل بروتينات. البروتينات مهم. عايزه اقول لك البروتينات دي يعني انا من الناس اللي ما مش باخد بروتين ابدا، وعايزه اقول لحضراتكم بجد الموضوع في غايه الاهميه. يمكن دكتور دينا اتكلمت عنه اكتر من مره، لكن الموضوع مش عادي. بيؤثر على الهالات السوداء، بيؤثر على البشره، بيؤثر على فعلا الشعور بالدوخه، يعني ليه مؤثرات كتيره جدا. البروتين مهم للغايه، والبروتين الحيواني. يعني مثلا بيقولوا لي كتير، مثلا هوان لما قلت لي انت مبطله خالص اكل اللحوم، ما كلش لحمه ابدا، ما هي دي مشكله، لان الحديد وكده موجود في المصادر الحيوانيه اكتر من المصادر النباتيه. لكن نقدر نعزز بفيتامين سي. فيتامين سي مهم جدا لامتصاص الحديد، عشان اكيد عدم كفاءه الدم بيخلينا زي ما قلتي فعلا الهوان، الدوخه المستمره، التعب الدائم، بروده الاطراف، يعني ايدي ورجلي تبقى مسقعه متلجه وانا في عز الصيف، الاكسجين ما بيوصلش، الصداع، الاكسجين ما بيوصلش، لان الحديد مهم قوي، الهيموجلوبين مهم قوي. طبعا الب مالتي فيت كمان، الشكل اللي احنا شايفينه على الشاشه او العلبه، المكمل الغذائي اللي احنا شايفينه على الشاشه يتواجد فيه ويتوافر فيه فيتامين سي عشان اقدر اعلي امتصاص الحديد. المعده ما بتعرفش تمتص الحديد بالقدر الكافي، بناخده فرس، ان هي الحديد اللي بيمتص بيبقى اسمه فرك، فموضوع التحويل من فرس لفرك بيبقى صعب. فانا عندي فيتامين سي بيعلي لي امتصاص الحديد، بلس ان الزنك بيعلي لي كفاءه المعده جدا. المعده بتحب الزنك، والزنك متوافر داخل الب مالتي فيت ومع الزنك النحاس كليتس، في فيتامينات بتشغل بعض. اوكي. الزنك لو متواجد ما فيش نحاس، هيبتدي ياخد النحاس من عندي من الدم، ويبتدي يحصل لي فقر في النحاس. النحاس مهم جدا لكل الخلايا بتاعتي، وبالذات الخلايا اللي بتتجدد، مهم للشعر، مهم للضوافر، مهم للكرات الدم الحمراء. عندي داخل قلب مالتي، طبعا انا عندي تراكيز، يمكن مكتوب ان الزنك 23.9. عندي هو اليوم محتاج الانسان قد ايه تقريبا من الزنك اللي هنتكلم تحديدا؟ من الزنك هو كفايه قوي. يبقى ان البرسنتج الموجوده اوريدي في قلب مالتي، بس فيتامين سي عشان اعلي المناعه، ما عنديش مشكله لو اخذت منه 1 جرام كمان. عشان اعلي المناعه، احنا المناعه عندنا لازم تعلى، يعني اتس ماست. فانا عندي داخل قلب مالتي فيت 500 مللي جرام. مهم اقول للسيده الحامل ان الفوليك اسيد متوافر موجود داخل الب مالتي فيت، ودخله الكالسيوم. الكالسيوم مهم قوي. أوكي. الكالسيوم لو هتكلم على المعدل الطبيعي، البالغين بياخدوا 1000 ميلي جرام، انا عندي داخل الب مالتي فيت 70 كفايه، عشان انا ما بحبش ان الكالسيوم يعلى زياده عن اللزوم، ف 70 which is fine. لو هتكلم على الست الحامل تقدر تستخدم الب مالتي فيت، بس ممكن الدكتور بعد مثلا شهر خامس يقولها لا، خدي مثلا الب مالتي فيت ودعمي. ما هو ده مكمل غذائي، يعني ده مش اللي انت هتاخده وخلاص، فانت لازم بتاكل كويس بالزبط. وبتاخد المكمل الغذائي. فلو هو بيتكلم في 1000 وانت البرسنتج في الب مالتي فيت 70، فانت اوريدي بتعوض الباقي باكلك بالزبط. يعني احنا بنحاول ان احنا نعلى بالبرسنتج على قد ما نقدر، عشان لو انت ما اكلتش الاكل السليم بالبرسنتج اللي كل حاجه محتاجها جسمك بالزبط. مظبوط.